الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، لو سهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها عن النادي الأهلي، هنرد فيها وبشدة وبحزم عن كل التجاوزات والإساءات ضد النادي الأهلي. لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ردود أفعال قوية جدا بعد خسارة نادي الزمالك أمام نادي فاركو الصاعد حديثا لبطولة الدوري المصري الممتاز. خسر الزمالك وتزيل مجموعته، على الرغم أن الكل كان يتوقع فوز الزمالك وتصدر المجموعة، اللي خليك فاكر أن الرابطة نفسها عملت مجموعة وفصلت مجموعة على مقاس وقدرات وإمكانيات الزمالك عشان تبقى مجموعة فريش ويقدر الزمالك يصعد ويتأهل منها. لكن معلش ما قدرش الزمالك لحد النهارده يحقق اي فوز بعد مباراته الثانيه في بطوله كاس الرابطه، بالرغم من توفر كل الظروف، لاعبين اساسيين، لاعبين دكه، توافر الاموال، دفع المستحقات. اداره الزمالك ما سابتش حاجه لما عملتها، وكمان الحكام افتكروا ان احنا بنلعب لسه في الدوري والاحتواء لسه شغال. ما هو الاحتواء بقى قانون، والقانون قانون الغابه يدي الاسد هو الاهلاوي الرأي والحكم في النهاية. شباب الأهلي أثبتوا للكل إن لا زمالك ولا إسماعيلي، رجالة الأهلي دايما حديد. النهاردة الزمالك لاعب فاركو وتزيل مجموعته برصيد نقطة يتيمة حصل عليها من نادي إنبي في المباراة الأولى. النهاردة ردود أفعال مضحكة، قمة الكوميديا النهاردة تشوفها من ردود الأفعال. امبارح بالرغم ان الاهلي بيلعب ب 11 لاعب بالتمام والكمال، حتى اللعيبه اللي نزلت خمسه الاحتياط اللي بره برضه نزلوا تحت السن، ومع هذا كان الاستوديو التحليلي 3 من 4 تقطيع في المدير الفني بيتسو موسيماني، وان ازاي موسيماني بيعمل كده، وازاي الاهلي لا ليه لون ولا طعم ولا رائحه ولا 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 ولا. النهارده نادي الزمالك بيخسر من نادي فاركو مش بجون، لا باتنين، ومع هذا طلع الكل يسقف ويطبطب ويدلع ويهشتك ويبشتك في المدير الفني الديك الفرنسي باتريس كارتيرون اللي اظهر مدى فشله مع نادي الزمالك. البطولة دي كشفت الكل، كشفت اللي بيطلب ملايين في نادي الزمالك، وكشفت الديك اللي كان دايما بيطلع بمبررات اصل الاجهاد، اصل الحكام، اصل في فرقه عايزين يكسبوها البطوله. النهارده الاهلي بيقول لك انا مش محتاج للبطوله، اكسبها انت لو فيك حيل اكسبها. لكن يبدو النهارده ان فاركو كانوا صحيين جدا لنادي الزمالك، واخدين المنشطات بتاعتهم عشان يكسبوا نادي الزمالك. كابتن ايمن يونس في الاستوديو التحليلي قال لك الظروف والاجواء دي كنت اتمنى ان البطوله تتلعب في الصعيد. ليه يا كابتن ايمن؟ قال لك الصعيد حر واللعيبه مش واخده على الاجواء الاوروبيه الشتاء، واحنا حاسين ان احنا في الاسكا وفي روسيا، واللعيبه برده كان الله في عونها. يعني بص، طول ما اللي زي كابتن ايمن يونس واللي زي خالد الغندور ورضا عبد العال وعمرو الدرديري، طول ما الناس دي موجوده وبتطلع مبررات من تحت الارض عشان تبرر الفشل والسقوط الذريع المتكرر لنادي الزمالك، اعرف ان الاهلي هيفضل بخير. والله لا هيفضل الاهلي بخير طول ما في ناس زي دي بتدافع دايما وبتطلع المبررات. النهارده كابتن احمد حسن هاجم كارتيرون في القناه النهارده في الاستوديو التحليلي، وازاي قال لك ازاي كارتيرون بيلعب 90% من قوام الفريق الاساسي ومش عارف يستغل فرصه المباريات دي لاعداد اللاعبين بشكل صحيح. رد كابتن ايمن يونس الجميل وقال لك ازاي يا احمد، هو فين القوام الاساسي ده يا احمد؟ لا ما حصلش، الزمالك بيلعب بالناشئين. تخيل النهارده محمد عواد اللي بياخد 16 مليون في السنه ناشئ، محمد عواد داخل على 27 28 29 سنه، محمد عبد الغني ناشئ، رزاق سيسي اللي داخل في 28 ناشئ، عبد الشافي 38 ناشئ، اوباما ده احسن لاعب في العالم ناشئ، محمد اشرف رؤى اللي قرب يبطل كوره ناشئ، وناس عنده 29 سنه ناشئ. كل دول ناشئين يا جماعه، امال مين اللعيبه الكبار في الزمالك؟ وانا لازم اجيب لك لعيب يكون مرحوم ولا ميت عشان يتقال عليه لعيب كبير؟ وانا لازم اجيب لك لعيب عنده 50 60 سنه يا كابتن ايمن، يا فيلسوف يا كبير، عشان تطلع تقول
اه ده لعيب كبير. امبارح بعد تعادل الاهلي امام نادي الاسماعيلي بكافه نجومه وصفقاته الجديده، قالوا ان موسيماني غلطان. ازاي موسيماني ياخد مغامره كبيره ويلعب اللعيبه دي كلها بعدم وجود اي لاعب اساسي؟ النهارده قال لك كارتيرون ده مدرب كبير كبير قوي 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 قوي. ازاي يا عم؟ قال لك كارتيرون ما غامرش بسمعه نادي الزمالك، يعني بالرغم انه خسران 2-0 وشايل على عينه والحكام شايلين عنه ضرب الجزاء وشايلين عنه جون اتلغى، ومع هذا كارتيرون الجماعة في الاستوديو التحليلي شايفين كارتيرون جميل وحبوب ولزوز. صدق بالله لولا ان انا متأكد 1,000,000% ان اللي بيحصل ده كله غرضه النادي الاهلي ان هم يهدوا النادي الاهلي، كنت هقولك ان في عنصرية ضد بيتسو موسيماني، لكن انا اعلم علم اليقين أن ما يحدث مع بيتسو موسيماني ليس لأن بيتسو موسيماني من جنوب أفريقيا أو غيره، ده كلام أهبل بيضحكوا بيه على الناس. اللي بيحصل عشان أهد النادي الأهلي، اللي بيحصل أن أنا عايز أطفش موسيماني من النادي الأهلي فقط لا غير، فقط لا غير. وقد ينجحوا في هذا خلال الفترة القادمة. بعد المباراة النهاردة الناس حصل مشكلة وحصل خناقات بعد المباراة، لاعب راح تطاول على المدير الفني والمدير الفني كعادته، يعني قبل كده جنش قال ان المدير الفني اتضرب وجنش ضرب، واخد بالك؟ ومحدش طلع اتكلم ولا رد ولا قال حاجة. النهاردة اللاعب كان هيحتاج بالمدير الفني بعد المباراة وانفعل عليه لولا ان اللعيبة الكبار حجزوا وحشوه عن المدير الفني. النهاردة المدير الفني في المؤتمر الصحفي سألوه يا عم الديك ايه رأيك في الخناقة اللي حصلت وانفعال اللاعب وخروجه وكان عايز يتخانق معاك وكان عايز يضربك وكان وكان وكان. قالك محدش يسألني على اللاعب اللي اشتبك معايا او اللي اشتبك مع الجمهور بعد خروجه، انا هنا عشان اتكلم على المباراة. موضوع الخناقة ده عادي ومش مهم بالنسبة لي وبيحصل في كل الفرق. لا ما بيحصلش في كل الفرق، اوعى. في فرق محترمة ما بيحصلش فيها الكلام ده، في فرق المدير الفني له شخصية مش طرطور، المدير الفني شخصيته واضحة مش دلدول. مفيش مدير فني بيقبل على نفسه يتضرب بالقفل، مفيش مدير فني بيقبل على نفسه من حتة لاعب لسه اسمه مكتوب بالرصاص يعترض عليه بالشكل الفج ده، مفيش مدير فني يسمح ان اللاعب بتاعه يطلع يتخانق مع الجمهور ولسه المباراة شغالة. قالك انا هنا في لعيبة عندي لا تصلح للعب لنادي الزمالك. قالك مش اي لاعب يقدر يلعب لنادي الزمالك. هو انت لعبت ناشئين النهاردة يا باشا؟ ده انت لعب 12 لاعب النهاردة في المباراة بالتغييرات بتاعتك كلهم فوق ال 26-27 سنة، كل واحد فيهم بيقول لك انا عايز 10 مليون، واللي يقول لك انا عايز $1,000,000، واللي يقول لك انا عايز 15 مليون، واللي يقول لك انا عايز 10 مليون، كل واحد فيهم بيطلب مبلغ وقدره. يبقى ازاي النهارده اللعيبه دي كلها لا تصلح للعب لنادي الزمالك، على الرغم ان انت نفسك قبل كده، عشان ابين لك ان انت قد ايه كذاب، انت طلعت قبل كده والكل يتذكر لما طلع في بدايه الموسم لما سالوه هتعمل ايه في مشكله القيد وايقاف القيد، قال لك انا عندي لعيبه تقدر تنافس على افريقيا والدوري وعلى كل البطولات. فما تجيش النهارده لما تقع قدام فرقه لسه صاعده من الدوري الدرجه الثانيه وتخسر بالاثنين مع الرأفة تطلع تقول اصلا انا في عندي لعيبه لا تصلح للعب. قال ان عبد الله جمعه لعب قدام الاسماعيلي باك يمين واجاد، وما اقدرش امنع مصطفى فتحي من الاحتراف، كان فاضل في عقده 6 شهور. قال اشرف بن شرقي ما اعرفش ايه اللي هيحصل معاه لكن يجب ان العب في عدم وجوده. قال كل اللعيبه اللي بتسجل اهداف مش موجوده في نادي الزمالك. لا ما تقولش كل اللعيبه، قول احمد سيد زيزو. احمد سيد زيزو اللي كان بيسجل لك ضربات الجزاء، اتقطعت ضربات الجزاء عشان مفيش احمد سيد زيزو، والماتش اللي فات اوباما معرفش يجيب الهدف. تعال نروح لجمعية الرفق بالمراسلين. في واحد فاشل كده كان زمان شغال مراسل في قناة النيل قبل ما يقفلها ضبة ومفتاح، كان اسمه حسين توفيق. حسين توفيق هذا المعتوه الأبيض أبو خطين حمر واللي فشل ذريع في حياته كمراسل،
لما فشل انه يكون مراسل للقناة والقناة قفلت ضبة ومفتاح على بطولة الدوري، بدأ يكون جمعية سماها جمعية يا رجال او يا مراسلين العالم اتحدوا، عمل فيها كبير المراسلين وقال لك انا هعمل جمعية وانا رئيس الجمعية عشان نطالب بحقوق المراسلين. خرج علينا هذا المعتوه اليوم تحت بيان ناري لجمعية رعاية المراسلين المقهورين والمعدين الرياضيين برئاسة أبو توفيق. قال لك بنستنكر وبنعلن مقاطعتنا للمدير الفني للنادي الأهلي السيد بيتسو موسيماني ما لم يعتذر بشكل رسمي للزميل المراسل اللي تعدى عليه. تصدق بالله دي أكبر مصلحة أيها المعتوه تعملوها الموسيماني في حياته، إنكم تبعدوا عن سكته. أنت يا معتوه يا اللي ملكش لازمة، هل مدير النادي الأهلي النهاردة هو اللي ملوش قيمة بدون المراسلين، ولا أنتوا اللي ملكوش قيمة بدون المدير الفني للنادي الأهلي؟ أتمنى من حسين توفيق هذا المعتوه اللي المفروض يدوروا له على اي مستشفى معاتيه زيه ويجمعوه كده مع جمعيه المعاتيه في العالم ويتحدوا مع بعض. شايف ان مدير فني نادي الاهلي لازم يعتذر، هيعتذر على ايه وعلى اساس ايه؟ هل المدير الفني النهارده جه في المؤتمر الصحفي وشتم المراسل؟ لا. هل المدير الفني النهارده المراسل ده ايها المعتوه رئيس جمعيه المراسلين حول العالم ورعايه المراسلين، هل النهاردة المراسل ده استأذن من موسيماني عشان يصوره الأول؟ عشان تعرف انك مراسل فاشل، انك مراسل تحت بير السلم. كل واحد النهاردة يجمع له 5-6 يعمل لك جمعية، جمعية الرفق بالحيوان، جمعية الرفق بالمراسل تحت بير السلم، جمعية الرفق بالمراسل حول العالم وهكذا. النهاردة يعني بالارقام كده ارد على الناس اللي بتقول الزمالك لعب بالناشئين النهارده، لان في كام معتوه النهارده اتكلموا بالمنظر ده. قال لك لعبت الزمالك لعبوا بالناشئين. محمد عواد عنده 30 سنه، ده ناشئ تحت 30. عبد الغني 28، عبد الشافي 36، عبد الله جمعه 26، رؤى 28، اسلام جابر 26، يوسف اوباما 27، ونجمي 30، رزاق سيسي 24 سنه. 24 سنة نادي الزمالك يتزيل الجدول. على فكرة عشان الناس اللي زعلانة وتقول لك انت ازاي تقول على واحد زي حسين توفيق ده معتوه، عايز اقول لك ان الشخص ده لما تخش على صفحته الرسمية منزل كمية شتايم وسف وسفالة وقلة ادب على النادي الاهلي وتريقة على لاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي يندى لها الجبين. عشان كده اي كلمة بتتقال في هذا الشخص يستحقها وعن جدارة، يستحقها وعن جدارة. طيب في يعني البعض بدأ يتكلم بقى زملكاوية برضو، قال لك يعني كابتن عصام عبد المنعم، فاكرين لما طالب عصام عبد المنعم بترحيل فرجاني ساسي؟ زي ما طالبته ان فرجاني ساسي يتم ترحيله من مصر، لازم موسيماني يترحل من مصر. هو انت يا معتوه ايها الابلة الساذج، انت عايز تساوي ما بين حالة فرجاني ساسي اللي مسك الحكم جوه الماتش شتمه بامه ومسك السماعة بتاعته رماها في الارض من غير ما الحكم يعمل له حاجة، عايز تساوي الموقف ده بموقف مراسل بيصور واحد بدون اذنه؟ عايز تساوي دي ازاي؟ هل موسيماني شتم المراسل بامه؟ لا. هل موسيماني الراجل خد اذن موسيماني وهو بيتكلم راح موسيماني راح كسر له التليفون؟ لا. يبقى لا يختلط الزيت بالماء ايها البليلاوي المعتوه. جيمي بتاع فولا بيتريق على مصطفى فتحي. سبحان الله، جيمي فولا اللي خان وغدر بالنادي الاهلي وما صانش العيش والملح في النادي الاهلي في اي يوم من الايام بعد كده لما راح لنادي الزمالك. جيمي فولا اللي كل ما يروح في اي استوديو تحليلي او اي استوديو رياضي يقول لك الاهلي بعني والاهلي والاهلي ويغلط في النادي الاهلي، اللي لحم كتافه من خير النادي الاهلي وهو يعلم ليه الاهلي مشاه، اللي كان بيقضيها في الكبريهات والكازينوهات لحد الساعه 1 الصبح
واحدة الصبح مش واحدة بالليل، واحدة اللي هي ظهرا يعني. طالع يتريق على مصطفى فتحي، قال لك اللاعب اللي بيجي من القرية ومن الفلاحين ما حدش يعرفه، الزمالك بيلمعه، واول ما يتشهر يفتري على نادي الزمالك. قال لك مصطفى فتحي عارف ان الزمالك موقوف قيده، وقلنا له جدد واستمر ورفض. مصطفى فتحي الزمالك اللي عمله، وما ينفعش يعمل كده في نادي الزمالك، لك الله يا زمالك. عايز اقول لك ان ميدو منفعل جدا بعد خسارة نادي الزمالك من فاركو. ميدو اللي طلع يقارن ما بين الاهلي وما بين الزمالك، شتان الفارق يا ميدو. ميدو اللي قال على صفحته لو خرج الاهلي من بطولة كاس الرابطة بلاعب او اتنين للمستقبل، فده في رأيي اهم من الفوز بالبطولة نفسها. قال الاهلي اللي دي لعيبة تقدر تكسبه ملايين، وده افضل مكسب من بطولة كاس الرابطة اللي بيلعبها النادي الاهلي. قال لك مدافع الاهلي المغربي اول ناس اتكلمنا عليه من 3 اسابيع في الريمونتادا مع اليماني، والنهاردة اتفرجنا عليه كويس، مدافع هايل بيلعب بشماله وقوي وبيبدأ الهجمة كويس. جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا او بعض من جماهير نادي الزمالك بيحفلوا على النادي الاهلي بصورة الشخص قليل الادب اللي رافع الجزمة لإدارة النادي الاهلي او لعيبة النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وكتبوا على الصورة اللي بيتباهوا بيها فريق اهلي ملوش لازمة، جمهور الاسماعيلي رفع له الجزمة. اعتقد النهاردة الحقنتين الفلترين اللي خدتوهم من فاركو عضل كيفوكو كيفوك، وعرفتوا مين اللي ملوش لازمة. اللي ملوش لازمة اللي يلعب بفريق كامل وفي الاخر يخسر، هو ده اللي ملوش لازمة. انما اللي يلعب بفريق كامل من الناشئين واداء وروح وكواليتي عالي، ده سيدك وتجراسك. سلام عليكم.